نظمت مؤسسة حياة كريمة بالغربية قافلة السعادة بقرية ميت المخلص، وشهدت حفل إفطار 1000 أسرة وفقرات ترفيهية للأطفال ورسم على وجوههم وتوزيع هدايا وألعاب تعليمية وتوعية بمخاطر التدخين والإدمان وندوة دينية وأنشطة ترفيهية بالتعاون مع وزارة الثقافة. احنا النهاردة في قرية ميت المخلص تابعة لمركز زفتة إحدى كرة حياة كريمة. دايما بنقول حياة كريمة هي بس مش مباني وطرق ومدارس، حياة كريمة فيها جزء خاص ببناء الإنسان. قافلة السعادة النهاردة احنا نازلين بنستهدف كل أفراد الأسرة، معانا جهات شريكة وزارة الثقافة والفعاليات الجميلة الترفيهية بتاعتهم، معانا كمان النهاردة المجلس القومي للأمومة والطفولة والندوات التوعية اللي بيقدموها لنا وبيقدموها لأولادنا وكل ما يخص الأسرة. بنحاول ان احنا نقدم جانب توعوي في شكل ترفيهي، يعني عندنا لعبة السلم والتعبان احنا بنقدمها في صورة السلم والدخان، لعبة للأطفال بيشاركوا فيها النهاردة. بنحاول نقدم لهم المعلومة كتوعية من أضرار التدخين المخدرات بس بصورة ترفيهية هم يستنتجوها بنفسهم بحيث ان هي تثبت في ذهنهم بصورة أفضل. كما شهدت القافلة وجود سيارة متنقلة تجوب القرى وشوارع القرية لتقديم التوعية بشكل ترفيهي للكبار والأطفال. احنا من العمل الجميل ان احنا نشارك في رسم البهجة والسرور على وجوه اهالينا في محافظة الغربية، وخصوصا ان احنا طبعا في ايام مباركة، ايام شهر رمضان المبارك. طبعا كل سنة وحضراتكم طيبين، ودايما مبادرة حياة كريمة قايمة بجهود عظيمة مع شبابها ومع كل اهالينا في الغربية والجمهورية اكمل. الحقيقة احنا كمؤسسة حياة كريمة بشكل كلي قايمين على التنظيم، عندنا تيمات خاصة بالاستقبال لضيوفنا الكرام اللي هيكونوا متواجدين النهاردة، عندنا تيمات خاصة بالمطبخ لتجهيز الوجبات، عندنا تيمات حاليا متواجدة مع السيارة المتنقلة اللي بتجوب انحاء قرية ميت المخلص بمركز زفتة علشان تنشر البهجة والسعادة للاطفال الكبار عن طريق تقديم التوعية ليهم بشكل ترفيهي. قافلة السعادة واحدة من قوافل السعادة ضمن مبادرة السعادة التي اطلقتها حياة كريمة، والتي تضم عددا كبيرا من الأنشطة والخدمات التنموية بما يسهم في النهاية بضمان حياة كريمة لكل مواطن في جميع محافظات مصر.